بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الأول الثانوي، إن شاء الله النهاردة معانا امتحان محافظة الجيزة من كتاب المعاصر، ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طبعا قناتنا سر التفوق والنجاح، يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يا ريت يعمل سبسكرايب، وما تنسوش نعمل لايك للفيديو والشير عشان يوصل لكل زمايلنا. طبعا اللي يعجبه الفيديو عشان ان شاء الله نواصل باقي المحافظات. بالنسبه للسؤال نمبر 1، it show the correct answer from a b c or d. نمبر 1، fruit sellers should space rotten fruit from good ones. fruit sellers يعني بائع الفواكه، should يجب او ينبغي ان هو يعمل ايه بالنسبه للفاكهه المعفنه من الفاكهه الكويسه. insulate يعني يهين، isolation يعني العزله، isolate يعزل، crowd يعني حشد. طبعا هنا isolate اللي هو مين؟ يعني يعزل الفاكهة المعفنة عن الفاكهة الكويسة، طبعا isolate. A knife السكينة is used to. A knife is used to، السكينة بتستخدم to. Cutting cut ولا cutting ولا be cut ولا being cut؟ طبعا cut معروف لما يكون عندنا الفاعل غير عاقل، لما يكون عندنا الفاعل غير عاقل. و is أو are used to plus infinitive، أو ممكن is أو are used for والverb فيه ing، وهنا معناها used to تستخدم فيه. يعني السكينة a knife is used to cut meat، وممكن أقول a knife is used for cutting meat. هنا تستخدم فيه لإما to المصدر لإما for و ing، معناها تستخدم فيه. ممكن أقول scissors اللي هو المقص are used to cut meat أو cut cloth أو for cutting cloth يعني تقطيع القماش، طبعا لو هو جمع. number 3 عندنا those sheep، طبعا sheep كلمة تنفع اللي هو خروف أو خرفان، يعني singular مفرد و plural جمع، ولكن عشان تبقى singular لابد مثلا يقول لك this sheep هذا الخروف، لكن قال لنا those sheep يبقى هي plural جمع، يبقى الفعل بتاع صيغة الجمع. مين اللي عندنا صيغة الجمع هنا؟ اللي هو are. يبقى sentence مرة تانية those sheep are fat. لو قال لنا this sheep بقول له is fat أو was fat، ولكن عندنا هنا those اسم إشارة للجمع، يبقى هتجيب معاه صيغة الجمع، لأن طبعا كلمة sheep ايه مفرد وجمع، يعني تنفع تبقى مفرد وتنفع تبقى جمع. although منال is wealthy، بالرغم ان منال wealthy ثرية، she works hard، هي بتعمل بجد to space her desires for success، لرغبتها للنجاح. fulfill إكمال أو إشباع، conserve تحافظ، donate يعني يتبرع، remote يبعد. طبعا هنا to fulfill يعني تشبع رغبتها اللي هي letter A. all Egyptians know that water space has become a must. all Egyptians كل المصريين يعرفون ان الميه مالها has become اصبحت ضروره. wasting الاهدار، اهدار المياه او الاسراف. donating التبرع بالمياه. support dam conservation يعني طبعا هنا المحافظه على المياه، طبعا هنا letter D. conservation يعني المحافظه على المياه letter D. اصبحت a must يعني ضروره. space is to threaten someone or frighten them especially someone smaller or weaker. bullying اللي هي التنمر او اعمال البلطجه. bullying ولا بولينج اللي هو السحب، ولا بوليد يعني يتنمر، طبعا اللي هو البولينج اللي هي اعمال البلطجه. عبائس تو سيريت ان انت سيريت انصمان تهدد شخص او فرايتن ذم او تخوفه، يبقى هنا بولينج اللي هي ليتر اي اعمال البلطجه. there are very few of these kinds of turtles now، في القليل من انواع السلاحف الان. they are safe امن، isolated معزولة، endangered معرضة للخطر، dangerous يعني خطيرة، طبعا endangered يعني مهددة بالخطر أو الانقراض. number 8 I wish you space your time yesterday. I wish you had wasted يعني أتمنى أن أنت أهدرت وقتك أمس.
ولا wasted يعني أهدر، ولا didn't waste لم تهدر، ولا hadn't wasted لم تهدر. طبعا هنا letter D. I wish you hadn't wasted your time yesterday. ليه؟ لأن عندنا كلمة wish بيجي معاها لو جه وراها فاعل بنجيب وراها فعل ماضي لو بنعبر عن المضارع، ولو بنعبر عن الماضي فبيجي وراها ماضي تام. فطبعا wish من الاكسبريشن wish زي it's a high time من التعبيرات اللي مضارعها ماضي، مضارعها يعني المضارع منها بنجيب فعل ماضي، والماضي منها ماضي تام، والماضي ماضي تام. يعني انا بقول yesterday يبقى هنجيب الماضي التام. طب الماضي التام اللي هو عباره عن ايه؟ عن had بلاس البي بي. بس هنا يا ترى اي wish you had، يا اتمنى ان كنت اهدرت او انفقت وقتي او اهدرت وقتي امس، ولا لم اهدره؟ طبعا لم اهدره اللي هي النيجاتيف فورم اللي هي letter G. A space is a group of letters added to the beginning of a word to form a new word. يعني مجموعة من الحروف بتضاف لبداية الكلمة عشان نكون كلمة جديدة. Prefix اللي هو البادئة، suffix اللي هو الخاتمة، adverb اللي هو الظرف، noun اسم. طبعا prefix اللي هو البداية، بداية الحروف كده اللي هي البادئة، عبارة عن letters حروف to the beginning of a word. Criminals اللي هم المجرمين are punished for a space the law، بيتعاقبوا على انهم عملوا في القانون. Breaking the law يعني breaking the law خلف القانون، ولا following اتبعوا القانون، ولا respecting احترموا، ولا giving the law اعطونا القانون. طبعا breaking the law يعني خلف القانون. Number 11. A space is software that removes unwanted programs from a computer. حاجة كده من البرامج الثابتة في الكمبيوتر، أو من البرامج اللي بتزيل البرامج اللي غير مرغوبة على الكمبيوتر. يا ترى الهاكر اختراق database اللي هي بيانات، anti virus يعني اللي هو الانتي فيروس مضاد للفيروسات، ولا فيروس طبعا الانتي فيروس لما بيكون عندنا جهاز كمبيوتر بنركب له انتي فيروس عشان نزيل الانوانتد بروجرامز يعني البرامج غير المرغوبة. It's 6 years يعني هي 6 سنوات since I space him. عارفين ان since بيجي وراها ايه؟ ماضي بسيط. فين الماضي البسيط عندنا؟ meeting ولا meet ولا have met ولا meet؟ طبعا meet. عارفين ان since ممكن يجي وراها مدة زمنية او بداية المدة الزمنية، او بيجي وراها ماضي ايه؟ ماضي بسيط. ده بالنسبة لي since اللي يدل على present perfect. To space is the antonym of look. ايه؟ to look ولا locking ولا unlock ولا look. طبعا antonym يعني المضاد منها او المقابل، طبعا unlock يعني غير مغلق، طبعا look مغلق غير مغلق unlock. To space is to protect a person, a place or an object by staying near them and watching them. معناها حاجة، معناها ان انت بتحمي شخص او مكان او شيء معين بان انت تظل جانبه او بجواره وتراقبه. kill تقتل، attack يهاجم، guard يحرس، donate يتبرع. طبعا letter C guard يعني يحرسه. poems اللي هي القصائد، plays المسرحيات، and novels إن روايات are forms of literacy أدبي، literature الأدب، literacy اللي هي الأمية، literary يعني literary بأسلوب أدبي. طبعا هنا literature يعني الأدب، literature writing of literature writing يعني من الكتابات الأدبية. Mazin space cheese all day yesterday. طبعا yesterday ماضي بسيط، ولما يكون معاه مدة زمنية أو ساعة أو كلمة all يبقى ماضي مستمر. مرة تانية yesterday بتدل على الماضي البسيط، I played football yesterday، ولكن لو معاها فترة زمنية أو ساعة أو كلمة all أصبحت ماضي مستمر. يعني إيه ماضي مستمر؟ يعني was أو were زائد الفعل زائد ing. يبقى مازن was playing chess لأنها بتعبر عن الاستمرار. مازن كان بيلعب chess all day yesterday طول اليوم أمس. بعد كده السؤال complete the gaps with the suitable words. My little descendants space where every stubborn stubborn طبعا stubborn اللي هي عنيد. My little descendants يعني أحفادي الصغار هتبقى are very stubborn. Their school is near their house. مدرستهم بالقرب من المنزل.
That's his bed. They go on foot. That's why. يعني لذلك. That's why. يعني زي go on foot. But they hate. ولكن هم بيكرهوا إيه؟ But they hate. ممكن أقول but they hate that. يعني بيكرهوا ذلك. اللي هو المشي يعني. أو ممكن نقول but they hate walking. But they hate walking. They want to go to a faraway school. بيحبوا يروحوا مدرسة بعيدة. To take the school bus like. عايزين ياخدوا الأتوبيس المدرسة. Like space colleagues. It's so funny. Like their colleagues. يعني زي زمايلهم. Their colleagues. يبقى مرة تانية. My little descendants are very stubborn. طبعا أنا stubborn يعني عنيد. Their school is near their house. مدرستهم بالقرب من المنزل. That's why. لذلك. They go on foot. But they hate walking. ممكن أقول له لكن هم بيكرهوا المشي. أو but they hate that. They want to go to a faraway school to take the bus. Like their colleagues. It's so funny. دي حاجة مضحكة. بالنسبة للباسج القطعة. Read the following passage. احنا قلنا القطعة لابد تقرأ كويس عشان نعرف نجاوب الأسئلة اللي عليها. It's said that our thoughts are varying rates of vibrations. It's thought يعني من المعتقد إن آرائنا بتتنوع بمستويات من الفايبرات إلا الاهتزازات أو الترجلات. Each rate كل نسبة أو معدل possesses its own color. كل واحدة ليها لونها. Therefore we respond to our color or colors. بنستجيب للون أو لمجموعة من الألوان. Which affect our life اللي بتأثر على حياتنا. And mental actions واللي هو تصرفاتنا العقلية. In fact your favorite color reflects your personality. في الحقيقة ان اللون المفضل بيعكس شخصيتك. مثلا The ancient Egyptians believed that the white color is the reunion of the seven original colors. طبعا القدماء المصريين بيعتقدوا ان اللون الابيض ده بيجمع السبع الوان او السبع الوان الاصليه. That's why they considered it a symbol of innocence. وده بيعتبر رمز للبراءه. Peace السلام and purity النقاء. Because it impresses all the colors. طبعا ام لان طبعا بيجمع كل الكالرز او كل الالوان. It impresses all يعني بيجمع كل الألوان. Found in nature الموجودة في الطبيعة. A bride اللي هي العروسة. جاي من a bride groom يعني العريس. A bride usually wears a white dress. العروسة بتلبس الفستان الأبيض عادة. To reflect عشان يعكس her purity يعني نقائها. And innocence وبرائتها. Black is the color of sadness اللون الأسود ده لون الحزن. And death والموت. In funerals يعني في الفنرال يعني جنازة. Sad من الرجال طبعا المين اللي هم الزعلانين أو اللي بيشعروا بالحزن. Wear black ties بيرتدوا الرباط العنق الأسود. Or fix black ribbons أو بيربطوا اللي هو الشريط الأسود on their arms على دراعهم. Women wear black dresses to reflect their grief. السيدات بترتدي الملابس السوداء to reflect لتعكس their grief يعني حزنهم. Some people hate to see black cats. بعض الناس بتكره انها تشوف القطط السوداء. In the morning في الصباح. However there are some people who prefer black color اللي بيفضلوا اللون الأسود. They think it gives them more glamour and dignity. طبعا بيعتقدوا ان اللون ده give them more glamour يعني بريق. And dignity وكرامة كده. These people are always nervous. الناس دي بتبقى nervous يعني متعصبة. Moody يعني مزاجها متعكر. And superstitions يعني عندها تفوق أو يعني زيادة في الذكاء. Red is a symbol of power. اللون الأحمر ده رمز القوة. And superiority والتفوق. If your favorite color is yellow لو لونك المفضل الأصفر. You are romantic فأنت رومانسي. But rather jealous ولكن إلى حد ما بيبقى. But rather jealous إلى حد ما jealous يعني عندك غيرة.
green is the color of spring. اللون الأخضر ده لون الربيع. The most beautiful season of the year. أفضل أو أجمل فصول السنة. If this color is your favorite. لو اللون ده اللون المفضل ليك. You are an optimistic person. شخص متفائل. Full of youth. مليء بالحيوية أو بالشباب. And hope والأمل. Blue is a symbol of peace. الأزرق ده لون السلام and calmness والهدوء. It's the color of a clear sky. ده لون السماء الصافية and a calm sea والبحر الهادئ. The ancient Egyptians believed the blue color smooth surfaces. طبعا قدماء المصريين بيعتقدوا ان اللون الأزرق ده color softens your angry nervous. ده بيهدي الأعصاب أو مهدي للأعصاب أو للشخص اللي عنده أو غاضب يعني أعصاب هائجة يعني. The underline word there in line 8 refers to what? بقولنا in funerals في الجنازات sad men wear black ties or fix black ribbons on their arms. طبعا their دي بتعون على مين؟ على الساد من اللي هما في ازراعهم. يبقى هنا happy men funerals of colors sad men. طبعا الساد من هما اللي هيربطهم. Number two, yellow colors express. اللون الأزرق اللون الأصفر بيعبر عن optimism التفاؤل. ولا عندنا jealousy اللي هي الغيرة. Innocence البراءة. Hatred الكراهية. طبعا بقول لنا هنا اللون اليلو. Yes. If your favorite color is yellow, you are romantic but rather jealous. Jealous يعني إلى حد ما بتبقى غيور. يبقى احنا عندنا اليمين jealousy اللي هي الغيرة. According to the passage طبقا أو وفقا للباسج برضو. People in funerals الناس اللي بتبقى في الفنرالز اللي هي في الجنازات. Wear space cloth black, gray, red, white. طبعا in Egypt black but in India they wear white. ولكن احنا قطع كلمة عن البلاك only. يبقى black color. طبعا black color. طبعا بقولنا in funerals sad men are wear black ties or fix black ribbons. يبقى معنى كده ان الفنرالز they wear black cloth يعني ملابس لونها أسود. According to the passage برضو طبقا للباسج. A person can be optimistic if they like space color. الشخص بيبقى optimistic لو بيحب الوايت ولا الجرين ولا الريد ولا اليلو. طبعا قال لنا في الباسج اللي هو الجرين اللون الأخضر. ليه؟ لأن بقول لنا هنا green is a color for spring, the most beautiful season of the year. If this color is your favorite, you are an optimistic person. يبقى لو انت شخص ايه بتحبه يبقى انت optimistic. According to the passage, what effect is a person's mental movement? اللي بيأثر على حركة الشخص العقلية. طبعا بيقول لنا في الباسج الكالرز الالوان دي اول باراجراف. قال لنا therefore we respond to our colors or colors which affect our life and mental actions. يبقى نقول ايه color to colors to color or colors أو to color. يبقى هنا we respond if we respond to our color or colors. question number two, which color do you prefer? طبعا ده كل شخص بيتكلم وطبعا جايب لنا صفات كل شخص. For me I like green. أنا بحب اللون الأخضر because it's the color of happiness. طبعا ده لون السعادة. طبعا it represents spring. بيقول لنا ان ده احنا في الربيع. Gives us feels us as we are youth. طبعا everyone talk about if someone likes yellow he is jealous, if someone like white he is innocence and so on. وبعد كده السؤال اللي بعده يبقى طبعا السؤال نمبر 23. كل واحد يتكلم عن اللون اللي بيحبه وطبعا جاب لنا صفات اللون. فطبعا لو انا بحب الغيرة يبقى انا بختار الاصفر اليلو. لو انا بحب مثلا اللي هو الجرين يبقى انا شخص متفائل اوبتيميزم. لو انا بحب الوايت يبقى انا innocence purity and so on. Summarize the main points of the passage in three sentences. طبعا هنلخص الباسج في ثلاث سطور. وطبعا دي سهلة جدا اننا بنتكلم عن النقاط الأساسية اللي القطعة اتكلمت عنها. ممكن نقول مثلا
colors colors affects our life and mental actions. دو جملة ممكن نتكلم بقى نقول if you like red you are كذا, if you like black you are كذا, if you like green and so on. طبعا ممكن نلخصها في سطرين ثلاثة عن الباسج ودي سهلة جدا. بالنسبة للسؤال translate into Arabic, ترجمة للعربية. Egypt has many wonderful examples of Islamic and Christian architecture. Some of them are modern but many belong to ancient times. We should visit them and encourage tourists to visit them. Again, لو جينا نشوف الترانزليشن. Egypt has many wonderful examples of Islamic and Christian architecture. Some of them are modern but many belong to ancient times. We should visit them and encourage tourists to visit them. طبعا الترانزليشن معنا يوجد في مصر العديد من الأمثلة الرائعة للعمارة الإسلامية والمسيحية, بعضها طبعا some of them بعضها حديث ولكن الكثير منها من العصور القديمة. We should visit them, فيجب أن نزورها ونشجع السياح على زيارتها. طبعا دي translate into Arabic. نيجي بقى translate into English. طبعا الجملة بتقول لنا تمتلئ حياتنا اليومية بالكثير من التحديات التي تتطلب الصبر والتعاون والعمل الجاد لتحقيق آمالنا وآمال وطننا الغني. تمتلئ حياتنا اليومية. Our daily life is filled with many challenges that require patience, تتطلب patience الصبر, cooperation اللي هو التعاون, and hard work والعمل الجاد, to achieve our goals لتحقيق أملنا, and the hopes of our dear country وأمل وطننا الغالي. مرة تانية translate into English. Our daily life is filled with many challenges that require patience, cooperation, and hard work to achieve our hopes and the hopes of our dear country. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.